نرحب بكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا عبر شاشة نور الشباب يوم جديد وفصل من, الإنجيل المقدس رح نسمعه مع الخوري روجي يزبك خادم رعية صورات رشكدة وكفرش سليمان بأبرشية البترون المارونية وأستاذ بمدرسة الجمهور للأباء اليسوعيين بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين اقرا من انجيل مرقس وبدا يسوع يعلمهم انه ينبغي لابن البشر ان يتالم كثيرا وان يرذله الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه وان يقتل وان يقوم بعد ثلاثه ايام وكان يقول ذلك صراحه فانتحى به بطرس ناحية وطفق يزجره، فالتفت ونظر إلى تلاميذه وزجر بطرس وقائلا: اذهب خلفي يا شيطان، فإن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. ثم دعا الجمع مع تلاميذ وقال لهم: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإنه من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، وأما من أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فإنه يخلصها. وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أم ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأنه من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاجر الخاطئ يستحي به ابن البشر. متى جاء في مجد ابيه مع الملائكه والقديسين كلام الرب الشكر للرب. بهيدا النص المسيح قبل بفتره من الصليب ينبئ بالصلب. الصليب منه بس خشبه ولا اداه للقتل. الصليب بيكشف لنا أمور كبيرة عن سيدنا يسوع المسيح لبل يكشف لنا الله بأي معنى لأنه ببساطة من خلال الصليب اكتشفنا أنه الله محبة من دون إذا ننظر إلى الصليب من دون المصلوب ما رح نلاقي شيء رح نلاقي عذاب رح نلاقي صحراء رح نلاقي عطش لحنلاقي جفاف لحنلاقي دم لحنلاقي صراخ ولكن ما لحنلاقي حياه بس بس ننظر الى الصليب والمسيح على هالخشبه هون بتتغير كل المعايير الصليب مع المسيح يصبح اداه للحياه رغم الموت هذا الصليب سيبقى دائما شاهدا على الم المسيح وايضا شاهدا على خطيئه الانسان وعنف الانسان وكره الانسان للذي خلقه وايضا سيبقى شاهدا على ماسينا على ضعفنا على نكراننا امام حقد الانسان نجد حب الله فيها الاد بالصليب فيها الاد عنف فيها الاد كره بالمقابل في عنف من نوع اخر هو عنف المحبه حقد لا متناهي بيقابلوا ربنا بحب لا متناهي من هون ومش هيك ربنا أعطانا الخلاص على الصليب يسوع المسيح صلب الموت وأعطانا القيامة والحياة الأبدية آمين رح ناخد بريك صغير ومنرجع من تابع حلقتنا أنت تصنع الخمر وتفرح الساهري وأنت تكثر الخبز وتطعم الجائع

مشاهدينا رجعنا معكم تنتابع الانجيل المقدس، ابونا بنرحب فيك من جديد. ميرسي كثير لكم ودايما بنعذبكم. اهلا وسهلا <applause> فيك. ابونا رح نبلش بالعباره الاولى من الانجيل. هي بغايه الاهميه، يسوع عم بيقول لنا انه لازم نتألم ونقتل، والاهم انه رح يكون في قيامه، لماذا علينا سلك طريق الجلجله بدلا من الوصول للملكوت بدون عذاب؟ هلا دائما يمكن نربط حياتنا المسيحية بالعذاب. أنا هيدي الصورة ما كتير بحبها. بس ولكن لابد من التضحية بأي معنى. المحبة دائما بتشترط التضحية. يعني الأم اللي بدها توعك اليوم يوم الصبح لتلف الترتين لتعطيها لابنها، ما هيدا نوع من موت. ولو كان موت بسيط. لا. بس بكل مرة بحياتي أنا بحب أنا بدي أحمل صليب، ما في مجال. مشان هيك يعني الصليب هو مدرسه وهو طريقه حياه بس وين الخطوره انه انا اطلب الالم من دون القيامه هون صرنا بمكان اخر نعم. حتى المسيح اذا ننتبه بقلب الانجيل قال له يا رب ابعد عني هذه الكاس المسيح ما طلب الالم طلب الحياه نعم. ولكن بسبب خطيئتنا نحن وصلناه بالاخر إنه يقبل الصليب، بس قال له هو شو قال له للأب؟ قال له بعد عني اني قادر وصار يبكي. يعني بإنسانيته خاف نعم وضعف صحيح بس بالآخر قرر إنه يقبل مشيئة الأب وعمل الله الخلاصي. ولكن هو ما طلب الأمل الألم عفوا لا. هو طلب الحياة وحتى هو وقتها نحن أعطيناه الموت حول الموت إلى حياة. وقتا نحن أعطيناه المي بعرس قانا حول المي اللي هي بترمز الى اثامنا لانه كانت المي لما يقتضيه الطهاره عند اليهود يعني كانت تستعمل للغسيل نعم حول المياه الى شو؟ الى خمر، الى فرح. واذا بدك العلامه الاساسيه اللي انا كيف مثلا بعرف حالي انه انا عم بعمل مسيره مع الله. مش بس انه انا عم بحمل الصليب، بس كيف بعرف بعرف حالي انه انا عم بحمل الصليب؟ اذا انا عم بتغير. اذا هذا الصليب عم بغيرني. اذا انا عم بحمل الصليب وعم ضلني محلي مش عم بعين القيامه معناتها في شيء في شي غلط فاذا انا اذا بدي احمل الصليب بدي احمل الالم بعد ثلاث ايام بدي اقوم بدي ارجع واقف على اجري وكفي حياتي لا. هلا اكيد الالم عنده مراحل اخر شيء اخر شيء هو الصليب الموت بالنسبه لنا حتى نحن الموت بنعتبره هو مثل الفصح صح تاني هو العبور ولاده جديده ولاده جديده يعني انا الموت هو مرحله عم بنتقل الموت النهائي عم نحكي نعم. من هذا العالم الى العالم اكيد مع ربنا نعم ولكن يمكن نحن لانه بحياتنا اليوميه صار عنا قناعه انه نحن ما رح نقدر نحقق هذا الهدف غير ما نتألم ونتعذب فكثير بيخطر على بالنا هذا السؤال انه ليه ليه لازم نتعذب تنقدر نحصل على هذا الشيء هلا الألم بمحل معين هو مدرسه يعني بينضج هلا انا مش لازم اطلبه كالم بس اذا اجى الالم على حياتي مهم اني اقبله مثل ما المسيح قبل الصليب مثل اذا بدك حبه الحنطه يعني حبه القمح بيشبهنا اياها المسيح بيقول شو بيقول بيقول لازم تكون بقلب الارض شو معنى بقلب الارض يعني احنا اوقات بنقول يوارى الثرى شو معنى يوارى الثرى يعني نكب عليه تراب لازم هالحبه تموت بس من بعد ما تموت بتعطي حياه نتيجة الموت هي حياة. إذا نتيجة الموت هي موت من دون حياة، نحن خارج منطق المسيح. صحيح. فإذا كيف بنعرفها؟ بنعرفها من ثمارها، يعني حتى نحن حتى مثلا القديس استيفانوس وقت قتلوه كان سبب لتوبة مثلا شاول، يعني بمحل معين صار في نبع حياة مثل المي بتجربة تحصرية, تحصريها 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 بس على قوة الدفئ تبعها بدأت تنفتفع على شي محل صحيح نحن نفس الشيء المشكلة وين أو الخطورة وين حتى في كتاب المقدس أنه هيدي الحبة مش أنها تموت كلنا رح نموت صحيح وقلنا أنه الموت في له مئة ألف طريقة الخطورة أنه الموت أني أنا أكون لحالي الموت الحقيقي أنه أكون أنا بوحدة يعني أكون لحالي من دون ما أكون بشراكة مع الآخر من دون ما أكون بشراكة مع الله الخطوره هي بالوحده انه يكون انا بانانيتي ومش يعني انه انا اكون لحالي معنى انا جسديا اكون لحالي روحيا روحيا يعني مثلا مار شربل كان مثل هالحبه يلي بقلب العليه تبعه لحاله صحيح بس ولا ولا مره نفكر انه مار شربل كان لحاله بقلب هالعليه كانت عاجقه في الكنيسه في شعبه كان عم بيصلي لكل رهبنته لكل شعبه المسيحي والمسلم والدلاله على هذا الشيء طلعي هلا على عنايه مين بيزور مار كل العالم صحيح. ومن كل العالم لانه هالقد انبت مات بعليته كانت حبه عم بتموت بس بهذا الموت كان عم بيصلي لكل العالم وهذا الشيء اظهر زهر حياه بكل العالم صحيح. لانه مات بطريقه صادقه واكيد رح يعطي الحياه بطريقه صادقه مثل ما المسيح مات بيشبه نعم. كتير معلمه لما قال يسوع لبطرس اذهب ورائي يا شيطان لأنك لا تفكر تفكير الله بل تفكير البشر هل هناك دليل على أنه تفكير البشر لا يمكن أنه يكون صحيح تفكير البشر دايما بحاجة إلى نضوج وهذا مسيرة المؤمن مع الله ما حدا يفكر أنه دغري رح نفهم الله حتى مار بطرس مار بطرس نفكر أنه الله شخص بس مار بطرس اللي هو كان اسمه سمعان يعني جاي من السمع غير له اسمه يسوع لا. المسيح سميه صخرة لسبب بسيط تعرفوا بكتير المقدس الاسم مرتبط بالرساله نعم يعني مثلا يوسف معناتها الله يزيد يو او يوحنا يعني يو معناتها الله حنون يعني الله تحننا نعم اسحاق يعني الله الذي يضحك اه رساله بطرس هالقد مهمه انه على هذه الصخره سابني كنيستي نعم هيدا الشخص اللي هالقد عنده هذا الدور المهم لحوني هون يقوله المسيح سر سر ورائي يا شيطان، يعني افكارك ما بتشبه افكاري. مرة ثانية رح يقول انت رح تنكرني ورح ينكره ثلاث مرات، يعني بطرس ببلش مع المسيح بس هيدي البداية، بس هو بده يكبر وينضج بالايمان. نعم. اي متى بطرس رح يفهم؟ لما يوقع بالخطيئة. لما يوقع بالخطيئة ورح يتطلع ورح يطلع في يسوع وقتها كان مش عم بمشوه على الصلب. المسيح ما رح يعد ورح يطلع فيه. رح يفهم كل شيء رح يقول رغم ضعفك انا بدي اتكل عليك انت يا بطرس لتبني كنيستي هيدي هيدي جميل المسيح بس نعرف نحن انه كلنا خطا نعرف نسامح بعضنا صحيح وبنعرف نشتغل مع بعضنا وقتا نحنا نعتبر حالنا فهمانين ومالكين كل شيء هون الانانيه بتصور يمكن معلي لو قاسية مجتمعنا المسيحي مليان انانيه مزبوط لا مشان هيك نحنا كل واحد بيهمه الانا ما حدا بيقول انا خاطئ انا بحاجه للاخر قليل اللي بيعترفوا بضعفهم وبخطيئتهم وبخطيئتهم هيدي هيدي البدايه هون بطرس بحاجه انه يعترف انه هو انه هو خاطئ ليقدر يرجع يكفي المسيره مع يسوع المسيح المسيره رح تنضج بطرس كثير نعم حتى ما بعد الموت والقيامه بعمل الرسل حتى بنلاحظ بطرس كان في عنده نضوج معين يلي هو انه يقبل تبشير الوثنيين بطرس كان رافض كان بس بده يبشر اليهود نعم. عم نحكي بعد القيامه ماربولوس بيساعد ماربطرس. ماربولوس هذه الصوره رائعه من مضطهد لمبشر كمان هو رح يساعد بطرس لانه يقبل عمل الله الخلاص لانه الله جاي يخلص مش بس اليهود جاي يخلص كل, كل العالم إنسان. اكيد بطرس عمل مسيره مع الله ونحن مدعوين نعمل مسيره مش غلط ان نبلش محل خطا ولكن المهم ان نمشي مع ربنا بس نمشي مع ربنا مثل ما قلت نتغير وبس نتغير نعرف انه نحن مع يسوع المسيح نعم رسالة واحدة حملها يسوع بأكثر من عبارة بهالانجيل وهي انه نتبعه أولا كيف الإنسان بخلص نفسه وبالتالي شو هو الصليب اللي لازم نحمله على طريق الرب أنا بخلص نفسي وقتها أني أنا بكون مع الله بس أنا بدي أكون مع الله مش يعني أنه أنا صرت قديس حتى القديسين اذا نحن بنشوف حياه القديسين بنلاحظ انه اوقات كانوا يطلعوا السلم مثل ما بتقول ترازا الافيليه في عندنا المنازل يطلعوا السلم اوقات كانوا يرجعوا لاول مرحله فاذا هي مسيره مع الله بس هيدي المسيره مش يعني انا دغري رح اوصل انا مسيره مع الله بتبلش بس ما بتنتهي الا مثل ما قلنا الا بلقاء مع الله فاذا المهم نفهم انه رغم الالم ورغم خطيتي انا مدعو اني امشي مع يسوع المسيح للوصول لل... للوصول للقداسه نعم. بس القداسه مش انه دغري انا ثاني يوم حصير قديس اكيد القداسه هي بتتطلب مشوار حتى القديسين نحن حظنا حلو انه في قديسين كتبوا حتى القديسين نحن نفكر انه نياله صار قديس سيد القديس كثير عانى كثير قطع بتجارب وكثير وقع مشان هيك صوره القديس اوقات شوي منا كثير واقعيه انا صحيح. انا انا صراحه بقول حرام مزبوط ما شربل صار ما شربل بس ما شربل كان مثل كل واحد منا اكيد وعمل نفس المسيره بالاخر وصل انه يصير ما شربل هل انا مدعو ان يكون نفس ما شربل لا انا مدعو إنه يكون انا اتقدس بالعمل انا اذا كنت بي اتقدس كبي اذا كنت شو بعرفني معلم اتقدس كمعلم اذا كنت طبيب مهندس علم نعم. فضل كل واحد عنده مسيره يمشيها مسيره بس كلنا نتلاقى عند يسوع المسيح فينا نتامل بحياه مار شربل لانه مار شربل رح يوصلنا ليسوع المسيح ما في اهم من العذراء اكيد العذراء عرس قانا مش هي اللي عملت العجيبه مهما قال لكم فافعلوه شو دور العذراء ان توصل المؤمن ليسوع المسيح هيدا هو الصعوبه نعم. اني انا كمؤمن اقدر اوصل يسوع المسيح بضعفه الاساس هو المسيح والباقي كله يزاد لكم نعم بيقول يسوع اهتموا بانفسكم من جهه ومن فقد نفسه من جهه من اجل يخلصها من جهه اخرى كيف بتفسر هيدي العباره هلا كثير مهم نحن نعرف نهتم بحالنا ليش لانه حتى الخطيه في عنا ثلاث محاور خطيه ان يعني انا بس معيش المحبه مع الاخر نعم بس معيش المحبة مع الزيت بس معيش المحبة مع الله بوقع بالخطية فإذا الزيت أو أنا لازم اهتم بحالي شيء أساسي ليه؟ لأنه الله خلقني هيدي عطية من الله مثل أنا الأرض خليقة الله صحيح. أنا مدعو أني إني اهتم فيها مش, مش مدعو أني أنا شوها فإذا أنا بدي أنظر لجسمي لحالي أنه هو عطية مقدسة من الله بدي احترمها مثل ما بحترم حي الله شيء ربنا خلقه نعم ولكن مش يعني انه انا ما بقدم ذاتي عشان هيك قلنا انا احترمت عطيه الله هون مدعو اني اشتغل بقلب هالعالم هذا الشغل اوقات بيتطلب مني اني اكون عم ضحي اني اكون هيدي القمحة اللي بتموت تحت التراب نعم هون انا بكون عم بقبل الصليب هون التضحيه بتكون مش يعني انا برفض نفسي بالعكس انا لازم اتصارح مع نفسي لازم احب حالي اوقات بنقول لا مش لازم لا بالعكس لازم تحب حالك لانك هيدي انت عطيه والدليل على حب الزيت الله شو عمل الله اخذ جسد فاذا الله اذا إذا يسوع المسيح اخذ جسد معناته هو بيحترم كثير الجسد ولكن بالاخر خطيه الانسان وصلت الله على الصليب على الجلجله نعم يمكن مش انا وصل حالي يمكن الاخرين وصلوا للصليب في ماريا غوريتي ما إذا سامعين عنها هيدي قديسه ايطاليه كثير حلوه قصتها هي ما كانت كثير متعلمه وهيك شوي عائله بسيطه بس اهلها وصلوا لها الايمان في واحد جارهم بيعتدي عليها حتى بجرب يعمل لها شيء يعني اجريسيون يعني نعم هي بتدفشه بتدافع عن, نفس. عن نفسها بتدافع عن نفسها وبس بذات الوقت بتقول انا ما بقبل انه انا اكون سبب خطيه لألك هو بيقتلها بيتعنى بجسمها وبتموت هي عم بتموت بتسامحه بيعرفوا انه هو اللي قتل وبيقولوا انه حتى بترجع تظهر عليه بقلب السجن ومن بعد ما يطلع بيروح بزور اهلها وبيطلب السماح وبيروح بيعيش بفتره بدار هي احترمت جسمه هو كان مثل الوحش هاجم عليها بس هو عم بيقتلها حبته هيدا لا منطق فعلا هيك بس منطق شو منطق المحبه على الصليب شو هو المنطق انه الله يقدم ذاته ما في منطق صحيح الله القوي الجبار بس لانه هالقد بحب قبل انه نعمل فيه هيك هذا هو الصليب الصليب اوقات نتيجه خطيه الاخر مش هينه يعني اذا انا صارت معي يمكن ما مش عامله اكيد صعبه ولكن نفهمه هذا منطق القديسين هذا المنطق لازم نشتغل عليه لنقدر نوصل له نعم. منطق صعب ولكن الله يعطينا النعمه اكيد نقدر نعيشه صحيح ابونا بنسمع دائما عباره ماذا ينفع الانسان لو ربح العالم وخسر نفسه ولكن ما بنعرف قيمه هالكلام يمكن الا من بعد وقت طويل اليوم شو ممكن نقول للفئه الشبابيه تتعرف اهميه هالعباره وتتبع الاتجاه الصحيح من اول الطريق هلا انا بهمني خصوصا هلا بهالعالم القرن ال21 انا كمان شاب مثل كل هالشباب صحيح مهم انك انت تحقق ذاتك يعني مهم انك تروح تشتغل بالاخر نحن ليش بنشتغل ما نضحك على بعض نشتغل نجمع قرشين نقدر نعمل مزموط. عائله يعني ما 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 نصور المسيحي مثل كانه عايش بالقرون الوسطى لا لازم تشتغل لازم تكون ناجح بالعكس انا كثير مثلا بيعجبني شاب ناجح ترك كل شيء وفات على الاكليريكيه صح بالعكس يعني تيمونياج كثير قوي يعني نحن لازم نشتغل نكون ناجحين ولكن انا بدي احط اولويه بحياتي مثل اذا بدك نص الشاب الغني بيقول اذهب وبع كل ما تملك ثم تعال واتبعني يسوع المسيح ما كان عنده مشكله مع المقتنيات يعني مثلا فينا نعتبر بعرس قانا كان بفرح ما اجى عمل درس مورال ليش عم تفرحوا شو عمل اجى فرح معهم بقلب الفرح انتبه لمشكله وحللوا المشكله صحيح يعني كان حريص على الفرح بس عم بيقول المسيح اذا انت جمعت مال اذا انت كنت ناجح الاولويه مش المنصب ولا المال الأولوية هي أنك أنت تكون مع يسوع المسيح إذا معك مصاري وإجا فقير إذا أولويتك يسوع المسيح بتشيله بتعطي بتساعده نعم إذا أولويتك كانت المنصب أو المال رح تبرم راسك وما تتطلع فيه هيدي هي الخطية هيدي هي البعد عن الله انا بالعكس انا كثير كثير بحب انه يكون انسان ناجح ونحن هيدا هي رسالتنا نحن لشو شو من بنعلم بالمدارس نحن لازم نخلي الشاب المسيحي والمسلم يصير اكثر شيء معقول يقدر يوصل مش نحاربه بالعكس نقدم له نسهل له كل شيء نعم. ليحقق ذاته وهو بيختبر هيدا المحبه هو بيختبر هالطاقه الايجابيه اللي احنا عم نحطه فيها ساعتها هو بيعرف من خلال هالحب اللي احنا نقلناه له انه نحن في عنا مصدر رائع يلي هو جايبه من عند يسوع المسيح. في بير دلمي البير ريكتور تبع الجمهور هو توفى فرنساوي رائع. قعد فتره بالحرب بوقت القصف نعم كان هو بقلب ال... في تلميذ ما كانوا يعتبروه شيء الاساتذه وما كانوا معتبرين انه هو رح يطلع شيء منه. بطريقته الحلوه بينقل له المحبه بينقل له الاكومبانيومون وما كان حدا قال إيه رح يصير هذا الشخص شيء مهم. راحت الايام وقشت الايام صار مدير باهم شركه حلو بيرجع على جمهور بيقدم تبرع ضخم للمدرسه اف. بتلاقى بالبريكتور بيقول له لو ما منك انت انا ما قدرت اكتشف حالي هو شو يمكن قال له كلمتين يمكن طبصتوا على كتافه بس كان هذا الولد بحاجه يمكن لشويه تشجيع لهيدي الاتنسل ليلمع نفس الشيء نحن بحياتنا بس انا احس حالي انه مني محبوب ما تتخيلوا كاني عم موت بس من دون قيامه. صحيح. بس حس حالي انه انا محبوب، إذا متت برجع أبوه نعم. بيختم يسوع الانجيل بكلامه عن الخجل. أدي برأيك بنخجل اليوم بيسوع وبكلامه؟ هلا أكيد اليوم بدنا نفهم كمان المجتمع وفي شيء كمان كثير مهم. دور الاعلام هلا مش كل الاذاعات مثل تيليومير او نور الشباب <applause> عاده بيصوروا بطريقه او باخرى وخصوصا بالغرب بيصوروا الشاب المؤمن وكانه عايش بغير كوكب او بغير لا. بغير عصر فبيجرب الشاب انه يبين انه هو شوي عن حوله كل ليقدر العالم يتقبله هون خطوره القصه هلا اوقات هي ممنهجه يعني في انظمه وراها لنكون واضحين اوقات هي بتصير مثل موضه وخصوصا اذا عم نحكي عن قصص المثليه الجنسيه وكل هودي القصص. هيدي خطره، لانه هيدي عم تضرب مقومات المجتمع المسيحي. نعم. بس تضرب العائله، انت عم تضرب ركن اساسي من اركان المسيحيه. مشان هيك نحن هون شهاده الايمان. ما نخاف، بالاخر ربنا هو اللي عم بيقود الحرب. وربنا هو يلي انتصر. صحيح. نحن عم نشارك بحرب، اصلا الله انتصر على الصليب. الله بصليبه بي... ضرب ضرب الموت وضرب راس الشيطان اذا ما نعتلهم نؤمن بيسوع المسيح بالاخر ما في حدا ما في ملكوت اعظم من ملكوت الله لو يمكن ربحه جوله من هون او جوله من هناك ولكن بالاخر ربنا هو اللي رح ينتصر اللي رح ينتصر نعم ابونا الكلمه الاخيره لك بنهايه حلقتنا يعني انا كثير بحب صوره بطرس بالكتاب المقدس وكثير هيك بتخلينا نفهم علاقتنا مع يسوع المسيح يمكن اوقات بننكر ربنا يمكن اوقات ناخذ صوره الشيطان يعني ما حدا يسوع المسيح قال له اذهب ورائي يا شيطان ولكن بس بذات الوقت بيكون ربنا عم بيترك لنا المسيحه الحلوه حده لاننا نمشي معه لنفهم شوي شوي شو هو بده منه لا. مزبوط يمكن نحمل الصليب مزبوط يمكن مثل ما بطرس ننصلب بالقلب بس بالاخر رح نشعر بجوات قلبنا انه كل شيء فاني المهم نحن نكون مع يسوع المسيح ونوصل كلمه الله وهيدي الكلمه يلي حتفجر حياة امين يا رب أمين. شكرا ابونا لحضورك معنا اليوم ميرسي جريس ميرسي لك مشاهدينا نهاركم مبارك انتظرونا بحلقه جديده الى اللقاء